بعثت لأتمم مكارم الأخلاق في بيت النبوة. لنا هذه الرحلة الطيبة مع مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وكنا توقفنا عند اصطفاء خديجة بنت خويلد لهذا الرجل القريشي الذي رأته جيدا ووزنته كما يقول وزنة حقيقية، فوجدت فيه زوجا راشدا قويا يستطيع أن يكون شريك للمستقبل. أهلا بك مولانا. وكنا نتكلم عن أم المؤمنين السيدة الكبيرة مقاما وسنا وعظمة، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحقيقة يعني لا نستطيع أن نوفي أمنا خديجة رضي الله عنها حقها في كلمات، حتى مهما كانت هذه الكلمات من البلاغة بمكان. نحن في عجز شديد عن أن نتكلم عن هذه القامة الكبيرة التي عاشت مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرته ودعمته دعما لا حدود له. فهي في الحقيقة اتصالها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن طريق التجارة، يعني لما تاجر في مالها أخبرت هي من قبل غلامها ميسرة بهذه الصفات النبيلة التي لم تكن في مجتمعة في شخص واحد. ربما بعضهم كان كذا وبعضهم كان كذا، لكن أن تكون الصفات جميعا هذا الكمال أو هذا الكمال في الصفات أو هذا المجموع من الصفات في شخص واحد فلافت جدا، ولا تتفلت صفة من الصفات ولا تنقص صفة من الصفات، بل هي على الكمال دائما. إذن لابد من الظفر بهذا. هنا يستوجب سؤالين. السؤال الأول عن السحابة التي رآها ميسرة تظلل رسول الله على أفضل صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، هل استشرفت خديجة عن طريق حبرها المبجل نبوة عليه أفضل الصلاة والسلام فأثرت يعني قررت أن يكون زوجها؟ دول سؤالي. هو طبعا بلا شك أن منصب النبوة منصب شريف وله مقدمات وله تمهيدات وله إرهاصات. ربما نحن نراها يعني في وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وربما تلفت أنظرنا، لكن لا نضع علامات استفهام كبيرة ليه مثل هذه الأمور. وهل سيكون وهل ستكون النبوة في العرب؟ الكتب تقول ذلك، يعني تنتقل من كتب الأحبار المحفوظة. نعم، تقول هذا. الكتب السابقة نعم تقول هذا، تقول أن النبوة في العرب وبشرت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجل التحديد. ومن ثم الذي يدرك هذا الحق الذي يعلم، ولذلك الراهب يعلم مثل هذا الأمر، فبحث عن علامات وعن هذه الغمامة كما سيادتك تفضلت، فوجد بالفعل أن ما عنده من المعلومات التي ورثها هو من الكتب المنزلة وجدها أنها صادقة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما زال في مقتبل العمر هكذا، فقال هذا سيكون له شأن. أنت سيادتك تتحدث عن الراهب عن الراهب أو الحبر بحيرة. نعم. الراهب بحيرة. نعم. لكن أنا كنت أتحدث عن ورقة بن نوفل. لا، ما نحن آتي للسؤال الثاني. إلى هذا الحد في الحقيقة ما الروايات لا تسعفنا كثيرا عن ورقة بن نوفل في أن الزواج لأجل النبوة فيما بعد. إنما الروايات التي تسعفنا ونستطيع أن نستنطق التحليل من خلالها أن أم المؤمنين خديجة في هذا الوقت علمت علما يقينيا بالصدق والأمانة والوفاء وكمال الخلال. يعني إذن هنا الكمال الإنساني. نعم، عظيم. هذا رجل لا يعني لا يترك، وهذا كاف وهذا يكفي، لكن أننا سنبني أحكام في الزواج الآن ونتزوج لأجل أنه سيكون كذا،
الروايات لا تسعفنا في هذا الاستنتاج في 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 الوقت كويس. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ويكفيها أنها بتتزوج رجل في مقتبل 25 سنة أمامه 15 سنة. هل كان هذا شائعا في العرب أن تتزوج سيدة كبيرة بشاب أصغر منها، أن تتزوج سيدة المقام الرفيع ماشي من شاب طبعا هو مقامه رفيع لكن في النهاية بسيط، يعني لا يملك ثروة لا يملك مال، بل كان يعمل عندها، يعمل في تجارتها، في تجارتها في مقابل يعني لديها في مقابل ماله كويس له صلى الله عليه وسلم. وبتيجي فترة من الفترات ما بكونش فيها هذه الرحلة، قاعدين في مكة المكرمة. لكن على كل حال الصفات الموجودة في سيدنا محمد كانت تجعل، لأن دي صفات مش موجودة في رجل جميل في هذا الوقت جميل لا في الشباب ولا في الشيوخ كويس، إنما صفات مستجمعة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. فبلا شك باطلاعها وعلمها، وليس علما يعني أنها فقط هنا، وإنما أيضا تجارها محك حقيقي لبيان الأخلاق، لبيان الأخلاق والتعامل الحقيقي. ولذلك حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضية السفر يعني وإننا نروح ننتقل من مكان لمكان ديت مفرخة الرجال، كيف أعرف الرجل؟ أعرفه من هذه المواطن. حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب قال له أتعرف فلان؟ قال نعم. قال هل يعني جاورته؟ قال لا. هل داينته وعملته بالدرهم والدينار؟ هل سافرت؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه، حتى كنت تعرفه وتتكلم معه وهكذا. محكات، تقصد المحكات الصناعة الإنسان. الحقيقية التي تفرز شخصيات الرجال هي هذه الأسفار، وخاصة التعامل التجاري مع الشهوات ومع الرغبات ومع الحرص على تحقيق ربح أكبر وهكذا، ده بيفرز شخصية فريدة. والتجارة ستكون تجارة حقيقية إذا كانت مع الصدق ومع الأمانة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعد التاجر الصادق بأنه في رتبة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء. جميل. ليه؟ لأنه هو بيجاهد نفسه في سبيل ألا يعني يكذب في شيء، وأن يوفي في الأوقات المحددة، وأن يوفي بالمواصفات المحددة، وألا يكون هناك غش ولا تدليس ولا. وكل هذه الأمور التي من الغش والتدليس والكذب وغيره قد تكون في بعض الصفقات قد تكون وسيلة للكسب أو زيادة في الربح أكثر، ومن ثم قد يضحي الإنسان بالمبادئ وقد يضحي بالقيم في سبيل أن يحصل على الربح. هنا التجارة تكون كاسلة وخاسرة، ولم تجاهد نفسك أيها الإنسان التاجر. ولذلك في وقت الأزمات، يعني اسمح لي نحن نتكلم في هذا الخصوص، يعني في وقت الأزمات، في وقت كورونا والحروب وقت الأزمة، التاجر يفترض صاحب رأس المال أن يكون رأس ماله اجتماعي أيضا، يعني خادم للمجتمع على الأقل في جزء منه، وألا يكون هذا الأمر مدعاة ولا مبررا للاحتكار حتى يغلي على الناس سلعهم ولا أقواتهم ولا أرزاقهم. أمام بعض الاستغلال السلعي والاقتصادي والمجتمعي، الناس بتستبيح هذه الفترات المؤلمة. وسيادتك طبعا في التاريخ المصري كتير تجار الحرب أو أسرياء الحرب وتجار الأرنس، ده على سبيل الحكي يعني. ولذلك المسلك النبوي من بداية الحياة حتى قبل البعثة كان المسلك الذي هو مستجمع لصفات الصدق وعدم التدليس وعدم الإكراه وعدم الغبن وعدم الجهالة، كل هذه لم تكن في تجارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب لما تأتي المدرسة تفرخ أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، أكابر الاقتصاديين ويأتوا إلى المدينة المنورة. وكانت اسمح لي يعني كانت رأس المال بأكثر من الملايين في وقتنا بتعبيرنا المعاصر، ومع ذلك سيدنا عثمان بن عفان يخرج عن ماله، وسيدنا أبو بكر يخرج عن ماله، وسيدنا عثمان يشتري بير روما ليشرب منها الناس التي كان يمتلكها إنسان يهودي في ذلك الوقت. يعني
ما هذا الذي تفعلونه؟ المال، رأس المال له دور اجتماعي، الواجب الاجتماعي، له واجب اجتماعي، ده فوق الواجب. احنا بنقول مثلا رأس المال اللي عندنا لما بيوصل نصاب بيأتي الفرد اللي هو بيكون موجه بقى لخدمة المجتمع من الفقراء والمساكين. لكن لا، انا مش عايز الفرد فقط، ده انا عايز، ماليش دعوه بالنصاب. أيوه. اصلا لا ابحث في قضية نصاب، في نصاب ولا مفيش نصاب، انا ما بين يدي هو كان ملكا لله سبحانه وتعالى وما زال، وانا وكيل عنه، فانا انخلع من هذا المال واتركه. وده اللي عبقرية ليس بن سعد يتكلم عنها قبل ذلك، اللي هو كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. وكأنه سيدنا الليث يعيش في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه بيشاهد النفقة الخارجة من بيت النبوة. إلى هذا الحد النفقة تستمر فترة طويلة من اليوم. ولما نأتي إلى ابن حجر عندما يحصي ثروة الليث ابن سعد رضي الله عنه، ونقيمها بتقييمنا المعاصر، تكاد تصل إلى 18 مليون في الشهر، دخل شهري، ده رأس مالي كبير إذن. وبعد ذلك يقولون بأن الليث لم تجب عليه الزكاة قط في حياته، يعني مفيش حاجة توفرت، مفيش حاجة نصاب أصلا، لم يكن هناك نصاب يحول عليه الحول، لأنه ينفق، وأنه ينفق وينفق ويهدي ويهب ويتبرع، كان ماله في خدمة هذا المجتمع وفي خدمة العلم وفي خدمة طلاب العلم وهكذا. في هذا السياق كيف خدمت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها الدعوة الإسلامية؟ كيف استطاعت بمالها وبدفئها ودعمها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني طبعا ده أمر ثابت قطعا، لكن قبل أن نصل إلى هذا الأمر هناك فكرة الاختيار، فكرة التدقيق، إن هي لما سألنا السيدة خديجة أنت اخترتي سيدنا محمد على أي معيار؟ عشان احنا كمان لما نيجي نجوز اولادنا ونجوز بناتنا ندقق شويه. فهتقول والله اصل هو اولا من قريش، قرشي، هاشمي، صادق، امين، فطن، لا يخدع الناس، لا يخون، لا يغدر. انت عرفت الصفات دي ازاي؟ قالت انا عرفت الصفات دي من طريقه اولا التعامل في كثير منها، وطبعا ده اصله معروف لان انا ايضا قرشيه، فهو هاشمي، وده بني هاشم يعني مصطفونا من قبيله قريش، فله رتبه عاليه من حيث الاصل. ولذلك لما نيجي احنا نجوز مش فقط مجرد التدين الشكلي، لا بنبحث عن الاصل، على الاصل ده متربي فين، وطيب ابن مين، اخواله مين، عمامه مين، ونبحث عن شجره العائله. وبعدين بعد ذلك نطمئن الى قدر كبير جدا من سلوك هذا الرجل او من سلوك هذه المراه بناء على هذا البحث الميداني اذا جاز التعبير. اعتقد ان الوصيه تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما بعد، يعني بعد أن بعث صلى الله عليه وسلم، قال إياكم وخضراء الدمن. قال وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. يعني الدمن ده يعني عبارة عن مكان يشبه مقلب الزبالة الآن. ده بفعل المواد اللي هي فيه، لو أنت طلعت منه يعني نبتة كده، أيوة، ده متغذية كويس، فبتطلع في شكل، في أبهى شكل. أيوة. لكن لما تجي للأصول وللجذور وتبحث في العمق بتجد لا المظهر ليس كالجوهر الذي في الداخل. وبناء على ذلك نحن علينا أن ندقق في اختيارنا لبناتنا ولأبنائنا. ليه؟ لأن الأسرة فيما بعد كبيت النبوة، بيت النبوة يعني ما اهتزش في علاقاته الزوجية، وإن كان هناك خلافات، بعض الخلافات، مزبوط، والمشكلات، لكن ما اهتزش الهزة اللي هي العنيف، يكون فيها فراق، يكون فيها إنهاء لهذه الحياة الزوجية. لم يكن ذلك
إلا في أم المؤمنين رضي الله عنها حفص، ورجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى، فإنها زوجك في الجنة. جميل. وهم على ذلك البيت مستقر للأولاد، ومستقر لأمهات المؤمنين، ومستقر للأحفاد، بيت أصيل. وبناء على ذلك نحن نريد أن تكون الأسرة على هذا المستوى، أن تكون الأسرة من الاستقرار فيما بعد. لعلي هنا أشير إلى قضية أيضا حدثت في بيننا في الوقت الحاضر وقبل الوقت الحاضر، ونرجو أن تزول هذه المسألة. إن في تسرع شديد جدا في إنهاء العلاقة الزوجية في الخمس سنوات الأولى. السنوات الأولى للزواج. السنوات الأولى للزواج، يعني متزوج هذا العام، فبنجد كم كبير من الشباب، وفي منتهى السهولة على فكرة. يعني ما عادش عندنا زي زمان ما حدش بيتطلق في العيلة، يعني هذه الكلمة مش موجودة، لم تعد موجودة الآن. لا، في سهولة، في سيولة، تساهل في هذه المسألة. طب وليه التساهل ده؟ ده في الحقيقة راجع لجملة من الأمور التي احنا درسناها ووجدناها في الحقيقة هي موجودة عند البعض من الشباب وعند البعض من الفتيات أيضا، أولا أو بعض الأسر. يعني لما درسناها مع التعاون مع مركز البحوث القومية الاجتماعية والجنائية، وجدنا أن أسباب هذا الطلاق المبكر جملة من الأمور، أول أمر من الأمور إن هو سوء الاختيار نفسه، يعني ما كانش فيه رصانة، ما كانش فيه تثبت. جميل. ما كانش فيه بحث دقيق، وإنما هناك لهفة لمجرد وتسرع لمجرد إن احنا وجدنا إنسان أو وجدنا إنسانة. نمرة اثنين، بأن فيه في الحقيقة جهل لدى الزوجين اللي هم الآن في مقتبل الحياة الزوجية، بالحياة الزوجية ومتطلباتها وطريقة إدارة البيت وتجاوز الأزمات. مظبوط. نمرة ثلاثة، وجدنا أيضا أن بالفعل في عامل قوي جدا اسمه الفضاء الإلكتروني أو السوشيال ميديا. مزبوط. ودي أحد الأسباب، وسبب قد يرقى في بعض الحالات إلى رقم واحد. مزبوط. فبينهي الحياة الزوجية لمجرد إحداث قدر من الشكوك. مزبوط. فضلا عن أنه قد يكون متيقنا في بعض الأحوال الأخرى. نمرة أربعة، تدخل الأهل هنا وهنا، أنه هو بيتدخلوا في المسألة. فالحقيقة لما تقف عند زواج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وزواج أم المؤمنين أمهات المؤمنين جميعا، وتبحث في العمق الاختيار، تجد أنه قام على أسس صحيحة، بحيث أن الأسرة استقرت في البيت. يعني لو حطينا عنوان كبير كان سكنا ورحمة. نعم. أخرج الفصل قصير وأعود لأواصل مع مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. أهلا بكم مرة أخرى مع مولانا الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. والحقيقة الأسئلة كثيرة، ودائما وأبدا صفحة البرنامج بيجيلنا أسئلة مهمة جدا حول كثير من القضايا الرمضانية وغير الرمضانية. مولانا، التكليف الصيام بالنسبة للصبي الأمر اختلف، منهم بيبقى الولد صغير في السن بس يقدر، وفي ولد كبير في السن بس ما يقدرش، في بنت صغيرة ما تقدرش رغم ان سنها كبير، والعكس بالعكس. فكرة التكليف الشرعي بالنسبة للصيام. التكليف عموما مرتبط بقدرة الإنسان على هذا التكليف، وهذا يكون بالبلوغ والعقل. كويس. فإذا بلغ الإنسان وكان عاقلا التكليف يأتي، ويكلف الإنسان بالصلاة وبالحج وبغير ذلك، وتكون هذه الفرائض إذا أداها تكون مسقطة لما عليه من تكليف. ما قبل هذه المرحلة، ما قبل مرحلة البلوغ، في هذه الحالة بندرب الصبيان، بنعلمهم ونعلمهم برفق حتى يألفوا هذه العبادات، نأمره بالصلاة، نعلمه يعني نعلمه نقول له صلي يا ولدي، هو لما بيشوفني أنا أصلا بنصلي، هو بيصلي معك، هو بتاخده معك صلاة الجمعة وهكذا. فالتعليم بالممارسة بالقدوة أفضل بكثير من الكلام الكثير. كويس. فبنعلمه الصلاة،
بندربه على الصوم ايضا بالقدر الذي يطيقه. ما احناش عايزين نرهق الاولاد ارهاق شديد يؤدي الى تاثير عليهم، لكن ما فيش مانع ان احنا يصوم من فتره لفتره لحد الظهر لحد العصر، ونحببه في هذه العباده. كويس، نشجعه يعني ونشجعه. وفي هذا حدث في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيذهبوا للحج في هذه المره يعني، فامراه معها صبي، والصبي ده يبدو ان هو كان يعني بحيث انها رفعته كده. فقالت يا رسول الله، خفيف يعني نحيف، وامسكته هكذا وقال لي هذا حج يا رسول الله، ده لسه ما كلفش، لم يكلف بعد، ده لسه صبي يعني. قال نعم ولك اجر. نعم ولك اجر، يعني ده حج، ده حج لكنه حج نافله، حج في حقه هو. لكن حصل حج، حصل حج، وهذا الصبي يعني اللي بيصطحب ابنه للحج او للعمره، نعم ده عمره او حج نافله، حج نافله بالنسبه لهذا الصبي. لكن احنا بنؤجر وبنعلمه وبندربه ويشاهد معنا هذه المشاهد وهكذا. سيادتك لما تقصد البلوغ، تقصد البلوغ بالمعنى بالحكم الدوله بالحكم الرسمي لو 18 سنه، العلامات اللي هي علامات البلوغ التي تظهر على الانسان، ودي معروفه في الحقيقه. فاذا ما بلغ الانسان، انت ليه الفكره علامات البلوغ دي؟ لان العقل اللي هو مرتبط بالتكليف، يعني لما يقول الله اقيموا الصلاه، فانا افهمها متى افهم اقيموا الصلاه على هذا النحو وانني كلفت؟ اذا فهمها وجبت عليه. ما هي اداه الفهم؟ العقل. مظبوط. متى استطيع ان اقول بان الانسان اكتمل عقله؟ اذا فهم. لا، اذا اكتمل بنيانه. وقد يكون العقل موجود وممكن ما نفهمش كتير، لكن انت فكره ان الالزام يلحقني، كويس، مش معناها ان انا اصبحت مجتهدا وعالما من العلماء فافهم، لكن انا على الاقل يا ولدي انت لان وجبت عليك الصلاه، حاضر هنصلي، فيصبح مكلف من هذه اللحظه. العقل ده امر خفي لا يدل، لا نستطيع ان نقول بان العقل اكتمل ولا لم يكتمل الا باكتمال البنيان الجسدي. طب ومتى نعرف ان البنيان الجسدي قد اكتمل؟ اذا اصبح الانسان صالحا لان ينجب ابنا اخر او انسانا اخر، يعني اللي هي علامات بقى البلوغ الحقيقيه. عظيم. في ان هو يتزوج بالفعل وهكذا وينجب. دي في الحقيقه اسمها مناط التكليف، يعني علامات لوجود العقل. جميل. فهذه امارات نعلم بها ان العقل إذا اكتمل اذا توفرت هذا البنيان الجسدي الموجود. بناء على ذلك سيادتك، الصبيان ما نستطيعش ان نقول بان عقلهم اكتمل الاكتمال الكامل، لا، انما هم ما زالوا في طور النمو العقلي والنمو البدني، وان كان ممكن يفهموا الان بيلعب على مظبوط على التليفون، وربما اشطر مننا كمان في هذه البرامج الموجوده الحديثه، لكن ليس معنى هذا انه اصبح يعني العقل عنده العقل التكليفي. عظيم. انما هو عقل موجود لكنه لا يكلف به. عظيم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اترككم في رعايه الله وامنه، ونلتقي غدا مع فضيله مفتي الديار المصريه الدكتور شوقي علام.